حلقة رقم 1000 في برنامج العباقرة، الموسم ال 32 والموسم السادس لعباقرة العائلات، وهفكركم بالنتيجة. عائلة جعفري متقدمين الهرم الجيزة 90، عائلة خميس المعادي القاهرة 60. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. سيف هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني، اتفضل. أميرة تعالي مكاني. قال محمود كان عايز يوقفني في تحت الضغط، قال تخيلي بقى هو عملها فيا انا بقى. بالظبط كده. مين بيدربك على تحت الضغط؟ الولاد طبعا. هو في ضغط تاني خالص الولاد. سيف تمام. تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دولة نورو؟ جمهوري. صح. ما هي الحشرة التي تتسبب في وفاة اكبر عدد من البشر سنويا؟ سباب. غلط. هنحب أيامنا هي أغنية المطرب مصري معاصر، فمن هو؟ مصطفى عمر. صح. خندق بورتوريكو هو أعمق نقطة بأحد المحيطات، فما هو؟ الهادي. غلط. في أي من دول شمال إفريقيا تقع جامعة القرويين؟ تونس. غلط. من هو الأديب المصري الراحل مؤلف سلسلة حرب الجواسيس؟ نجيب محفوظ. غلط. عن أي دولة أوروبية استقلت بربادوس عام 1966؟ بريطانيا. صح. في أي شهر ميلادي يتم الاحتفال بعيد تحرير سيناء؟ شهر واحد. ميلادي. غلط. لا. ثلاث إجابات صح من 8، بس في سؤال بقى. يلا مش مشكلة. معلش. سليم عايزين سيف ينضم لينا، هنشوف سيف هيعمل إيه. سيف أنا قلت 8 أسئلة من 10، عايز تعرف كم إجابة صح ولا لا؟ لا مش عايز تعرف. طيب عايز الإجابات بصوت واضح عشان أعرف أقول لك صح ولا غلط. لو الإجابة مش عندك هتقول إيه؟ باس. اتفقنا. تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دولة ناورو؟ جمهوري. صح. ما هي الحشرة التي تتسبب في وفاة أكبر عدد من البشر سنويا؟ الناموس. صح. هنحب أيامنا هي أغنية المطرب مصري معاصر، فمن هو؟ خالد سليم. غلط. خندق بورتوريكو هو أعمق نقطة بأحد المحيطات، فما هو؟ أطلنطي. صح. في أي من دول شمال إفريقيا تقع جامعة القرويين؟ المغرب. صح. من هو الأديب المصري الراحل مؤلف سلسلة حرب الجواسيس؟ نجيب محفوظ. غلط. عن أي دولة أوروبية استقلت بربادوس عام 1966 ميلادي؟ بريطانيا. صح. في أي شهر ميلادي يتم الاحتفال بعيد تحرير سيناء؟ أكتوبر. غلط. خمسة من 8، برافو عليك. تفضل. تعال يا سيف تعال هنا. عيد تحرير سينا في أكتوبر 25 إبريل، هو ده تاريخ يتنسي بذمتكم؟ سلسلة حرب الجواسيس. انتوا الاثنين نجيب محفوظ هو طبعا نبيل فاروق، هما دول السؤالين اللي ما تجاوبوش. نحيي كلنا أميرة وسيف. سيف وأميرة تفضلوا. طبعا النتيجة اتغيرت. برافو يا سيف، 5 إجابات صح ب 25 نقطة غيرت النتيجة، بقيتوا كام؟ 95. أميرة كنتوا كام؟ 90. 3 إجابات صح بقيتوا 105. 105 و 25 130. 95 و 25 120 تتقدم. المباراة لسه في الملعب. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. أول اثنين من مكاننا نور وسلمى. سلمى ونور. السؤال الأول جغرافيا. في أي دولة عربية يقع ميناء جبل علي؟ نور إجابتك؟ مصر. جبل علي في مصر؟ إجابة خاطئة. السعودية؟ لا مش السعودية، إجابة خاطئة. جبل علي طبعاً في الإمارات، تأسس 1979 على بعد 35 كيلومتر من دبي، في
في 27 رصيف، وجبل علي ده منطقة مهمة جدا اقتصاديا لدولة الإمارات. ما عندناش أهداف، مدام عبير ومدام نهلة، مدام نهلة ومدام عبير. السؤال التاني، معلومات عامة، في أي واحد يقع أول فندق مكون بالكامل من الملح في مصر؟ واحد سيوة. واحد سيوة الهدف الأول. اتبنى كله بالملح المخلوط بالطين. سعر الليلة غالي جدا في الفندق ده. هقول لكم بس إن الأمير تشارلز لما كان الأمير تشارلز هو ومراته قضوا ليلة في الفندق ده. طيب السؤال اللي جاي، سيف ومحمود، محمود وسيف، وعايزكم انتوا الاثنين تقولي هنا علشان هنسأل سؤال وناخد إجابته من مدام عبير ومن مدام نهلة كمان. سؤال سهل، سؤال سهل، ولو الإجابة مش عندكم تبقى مأساة. السؤال الثالث، معلومات عائلية، اسم الوالدة كما ذكر في الرقم القومي وتاريخ الميلاد يوم وشهر، بس اسم الوالدة كما ذكر في الرقم القومي، بطاقة الرقم القومي وتاريخ الميلاد يوم وشهر. خلاص تمام، خدت الإجابة من محمود وخدت الإجابة من سيف. مدام عبير اسم حضرتك إيه؟ الرباعي. عبير سطوحي، محمد سطوحي. كده احنا متفقين، تاريخ الميلاد يوم وشهر 15/5/72. سيف غلط. معقولة؟ والله، مع ان ده يوم قريب فتحته. ده انت عقبك عند الكل دلوقتي يعني. سيف اقدر اقول لك حاجه؟ كان الله في عون. انا مش عارف انت هتشيل منين ولا منين، اصل نور تاريخ ميلاده قريب في نفس الشهر. ف كتب 8 ولا ايه؟ لا كتبت 7. يعني انت ما بتجيبش هديه لمامتك في عيد ميلادها؟ لا بس امال ايه؟ طيب نسيت. لا لا، هو اختلط على الامر انه عمره ما ينسى التاريخ ده اساسا. يعني بص، قلب الام فعلا عماله تدافع عنك، تدافع مع ان هي عارفه انك غلطان غلطان، بس بتحاول تدافع عنك. الحمد لله. للاسف الشديد هو كتب 7/5 يوم عيد ميلاد نور. معلش، هارد لك، مش هقدر احسبه هدف. مدام نهله، الاسم نهله محمد حسان حسن. نهلة محمد حسان حسن، تمام. تاريخ الميلاد 29/11. يا محمود معلش، حد يعمل كده؟ انا اسف يا ماما، معلش، حقك عليا. لا كاتبها صح. أكيد أكيد طبعا، مامتك واثقة فيك طبعا طبعا. إجابة صح. الهدف الأول كده، هدف مقابل هدف. الكورة في ملعبكم، هاجر وأميرة، أميرة وهاجر. سؤال ب25، لو ما تجاوبش هنسأل الهدف الذهبي، اتفقنا؟ السؤال الرابع، فنون، من هي الفنانة التي قامت بدور شاهي في مسلسل الوصية؟ بطولة أكرم حسني، أحمد أمين، عارفة عبد الرسول، وأحمد حلاوة. مين؟ انا عارفه شكلها بس مش عارفه اسمها. اسمها ريم ايه؟ مصطفى. ريم مصطفى بالظبط كده، ريم مصطفى. السؤال ما تجاوبش وفي الحاله دي هنلعب على الهدف الذهبي. سؤال ليكم انتوا الثمانيه ب25، الهدف الذهبي، تاريخ، في عهد اي رئيس مصري حدثت عمليه مطار لارنيكا؟ محمد حسني مبارك. محمد حسني مبارك، إجابة خاطئة. أنور السادات. محمد أنور السادات، الهدف الذهبي 18 فبراير 1978. ده الهجوم اللي حصل في قبرص لما اختطف طيارة، وتسبب في وفاة وزير الثقافة السابق يوسف السباعي. 25 نقطة لعيلة خميس، النتيجة اتغيرت، 120 عيلة خميس، عيلة جعفري 105. طبعا لسه بدري، عندنا فقرة أخيرة فيها أكتر من 80 نقطة.
هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع الحلقة رقم 1000 وبرنامج العباقرة. وبكده عائلات مصر جمعت 75 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 225 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري، الداعم الرئيسي لمشروعات المرأة المعيلة في كافة المجالات. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.